يعني انت عارف انا ليك التقدير والاحترام حضرتك ومحمد بيوم صلحي ومجلس اداره اتحاد سكندري وجماهير سيد البلد، اخر مستجدات موضوع حسام عاشور. محمد حسام عاشور اسم كبير في كره القدم المصريه والنادي الاهلي، نجم كبير قوي 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 يعني، وتاريخ كبير كان مع النادي الاهلي. لما انتقل اتحاد سكندري اعتقد هو اختار الاختيار المميز بالنسبه له او الكويس بالنسبه له، لكن الامور ما مشيتش في نصابها الطبيعي او في مجراها الطبيعي بالنسبه لحسام عاشور. طبعا ما فيش شك، حسام عاشور نجم كبير وتاريخ عظيم، لكن احنا الحقيقه هي طبعا صدفه وسوء حظ من اول ما بدا معانا الموسم اللي فات، وطبعا الاصابه بتاعت الصليبي قعدته معظم الموسم اللي فات ما كملش، وكان بدايه الموسم الحالي. طبعا لما رجع من الاصابه برضه كان الكابتن حسام ما بيشركوش، كان الدنيا واقفه. طبعا كان حصل جلسه ما بينه وبين الاستاذ محمد، وهو كان بيطالب ان هو عايز مستحقاته. الاستاذ محمد قال له احنا ما عندناش مشكله، على فكره انزل واتمرن واجتهد واللي انت عايزه هتاخده. الكلام ده كان في وجودي مع كابتن ابراهيم وكابتن وليد بدر. حسام زعل ومشي وانقطع عن التدريبات، وفجاه لقينا عملت شكوى في اتحاد الكوره. وعلى فكره يعني اللي زعل الاستاذ محمد ان اول مره حد يشتكي نادي الاتحاد، الراجل عمره مهتر، راجل بيدي. طب ممكن حضرتك استاذنك وانا عارف انك انت يعني راجل محترم ومحمد بيهم صلحي، يبقى في مبادره من خلال برنامج ريمونتادا، يعني الخروج الامن، الخروج الشيك، يعني سميها زي ما انت عايز تسميها، وخدها ووصلها للصديق العزيز محمد مصلحي بخصوص حسام عاشور. صدقني حسام اسم كبير، ممكن ما يبقاش له نصيب او طريقه مسدود مع الاتحاد السكندري او الاصابه بعدته بشكل او اخر، لكن سيظل حسام عاشور قيمه كبيره، وسيظل ايضا الاتحاد السكندري اسم ونادي كبير. طبعا طبعا استاذ محمد، طبعا لا حاضر طبعا، اكيد اكيد كلامك محترم جدا.